أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع المظلة فوق الرأس أثناء الطواف؟ للمحرم يعني؟ أي نعم، لا بأس أن المحرم يضع فوق رأسه، يرفع يعني يرفع فوق رأسه شيئا يظلل عليه، مثل الشمسية. أو النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم ضربت له الخيمة بنمرة وجلس تحتها صلى الله عليه وسلم، استظل بالخيمة، ولما كان يرمي جمرة العقبة يوم العيد ظلل عليه بثوب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الظل غير ملاصق للرأس، إذا كان الظل غير ملاصق للرأس اللي يتظلل به الشمسية أو الشيء الذي يستظل به غير ملاصق، فلا بأس بذلك. إذا كان مرتفعا عن رأسه فلا بأس. نعم.